السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ولاد؟ عاملين ايه؟ يا رب نكون بخير ويا رب نكون كويسين ان شاء الله. بإذن الله موضوعنا النهاردة هو هيسز لو. تمام، هيسز لو يا ولاد، زي ما انتوا شايفين كده على المونيتور بيقول ايه. stated that heat of reaction remain constant even the reaction occur in one step or more than one step. بص معايا كده في الفيجر اللي قدامك ده، انا عندي A change into B في one step، وممكن change into B في three steps، من A to C بدلتا H1، ومن C to D بدلتا H2، ومن D to B بدلتا H3. معنى كلامي ان الدلتا H هتبقى نفس السميشن بتاع دلتا H1 بلس دلتا H2 بلس دلتا H3، وده بنسميه ماثيماتيكال فورميلا لهيسز لو. تمام، طب انا اقدر اثبت الكلام ده؟ هنقدر نثبته دلوقتي. هنثبت ان انا ممكن اثبت ان دلتا اتش ايكوال دلتا اتش 1 بلس دلتا اتش 2 بلس دلتا اتش 3، باعتبار ان الكيميكال ايكويشنز از الجبريك ايكويشن يا اولاد. انا هجمعهم، اقدر اميناسهم من بعض، اقدر اعمل تايمز حاجه ديفايدد حاجه. ده الكلام اللي قاله هيس في الرياكشنز، اللي انا ما اقدرش احسب دلتا اتش بتاعتها دايركتلي، اقدر احسبها بطريقه اندايركت باي يوزنج ذا كيميكال ايكويشنز از ماثيماتيكال ايكويشنز. تمام، طيب تعالوا نشوف كده. انا عندي دلتا اتش 1 هفترض ان هي ب 5، ودلتا اتش 2 هفترض انها ب 7، ودلتا اتش 3 هفترض انها ب 4. تعالوا نشوف بقى احنا هنقدر نجيب دلتا اتش بتاعه الايكويشن اللي فوق اللي هي انون بالنسبه ليا، بان انا اعمل سميشن ل 1 بلس 2 بلس 3، هعمل سميشن للرياكتنس مع بعض، هعمل سميشن للبرودكتس مع بعض، هعمل سميشن لدلتا اتش مع بعض. بص انا عامل لك كل واحده بكالر، يعني الرياكتنس A بلس C بلس D، البرودكت C بلس D بلس B، ولما نيجي نجمعهم مع بعض بعد كده هنعمل كانسل للحاجات اللي هي سيميلر في التو سايدز زي ما انت شايف قدامك. ها تمام، كنسلنا سي مع سي وكنسلنا دي مع دي، اتبقى لي A to B بيديني واداني الدلتا اتش اللي هو السبميشن بتاع الدلتا اتش 1 بلس دلتا اتش 2 بلس دلتا اتش 3 اللي هو بيطلع معايا 16. تمام، دي الطريقه اللي احنا هنتعامل بيها مع البروبلمز بتاعه هيسز لو. تعالوا نشوف الاكسرسايز 1 ده بيقول لي يا اولاد من الايكويشنز اللي قدامي دي 1 و2 انا عايز احسب الهيت اوف فورميشن بتاعت الكربون مونوكسيد. مين هيت اوف فورميشن دي؟ كنا بنقول الاماونت اوف هيت اللي بيخرج ريليزد اور ابسوربد اون فورمينج ايه 1 مول من السبستنس، ولازم من اتس ايه elements، لازم من its elements يا ولاد. يعني انا هكون كربون مونوكسيد، يبقى بعد السهم يبقى CO، وقبل السهم يبقى الاليمنتس بتاعته اللي هو الكربون بلس الاكسجين. طبعا الاكسجين داي اتوميك اليمنت فيبقى O2، لكن الكربون مونو اتوميك اليمنت المولكيول بتاعه. فطيب انا حطيت لي هاف بقى، لان انا عندي 1 بعد السهم 1 اكسجين، لكن قبل السهم 2، يبقى ال2 دي لازم اعملها تايمز هاف عشان تبقى 1. تمام، انا عايزك تبص بقى فكره الحل في ايه بقى. بص في الايكويشن وقارن، قارن الريكوايرد بالجيفنز. تمام، انا عندي السي قبل السهم وانا موجوده اهي، عايزها قبل السهم وهي موجوده في ايكويشن 1 قبل السهم. تمام، لكن في ايكويشن 2 موجود السي او قبل السهم، والسي او انا عايزها بعد السهم في الايكويشن اللي هي بالاحمر اللي فوق دي. تمام، يبقى انا هعمل ريفرس الايكويشن 2. لما اجي اعمل ريفرس بعمل ايه؟ بخلي الرياكتنس برودكتس والبرودكتس رياكتنس اللي قبل السهم بعد واللي بعد يبقى قبل، واغير الساين بتاع الدلتا اتش. اوعى تنسى دي، انا دايما لما اعمل ريفرس لاي ايكويشن بغير الساين بتاعت الدلتا اتش. تمام؟ ايكويشن 1 يا اولاد انا ما غيرتش فيها حاجه، هنزلها زي ما هي واعمل سبميشن ل 1 مع 3. عملت ريفرس ل 3 تمام ل 2، فبقت ايكويشن 3. هجمعها مع ايكويشن 1